يعني من الساعه من فتحت الصبح الساعه 7 لحد دلوقتي ما فيش اقبال. اللي كان بيعمل الاقبال الصيني. الصيني هو كان بيعمل حركه. دلوقتي الصيني اتمنع او في التشكيلات القديمه رجعوها والحد زادت 10%. اللي دايما بيعمل المول اللي عندك اللي هم صاحبة المكان هنا بتاع الفوانيس. تمام، بقالي كم سنة في الفوانيس؟ يعني أنا بقالي بتاع 15 سنة كده بالفوانيس. تمام، أنواع الفوانيس إيه اللي موجودة عندك؟ الإزاز كله بألوانه عامة. هو ليه مسميات؟ إيه المسميات بتاعت الفوانيس؟ يعني في اللي هو البرج، في حاجة اسمها اللوتس، شكل البطيخة، الشمامة. بقى الحاج قال لك عليها دي بقى كده انا مش حافظاها يعني. تمام، الاحجام قد ايه بتاعت الفوانيس؟ بتبتدي من بيبدا من 50 سم وانت طالع. الاسعار ايه؟ بتغيب عني.